السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح منهج كونكت بلس كتاب كي جي 2 الترم الثاني، وهنشرح النهاردة يونت 6 أو الوحدة السادسة. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معاك الكتاب يكون معاك كشكول تكتب فيه وتذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما اشرح يونت 6 لازم نكون عارفين الكلمات الجديدة الموجودة في الوحدة دي علشان نحفظها ونكون عارفينها كويس، وعلشان تكون المذاكرة اسهل بالنسبة لنا. عندنا هنا كلمة play، play يعني يلعب، let's يعني دعونا، خلينا نلعب، let's يعني دعنا او دعونا، games يعني العاب، football يعني كرة قدم، football يعني كرة قدم، tennis يعني تنس، volleyball يعني كرة الطائرة، volleyball الكرة الطائرة، hide and seek اللي هي لعبة الاستغماية، طبعا اللي فيها احنا بنلعبها مع بعض، واحد بيستغمى والباقيين بيستخبوا منه وهو يدور عليهم، دي اسمها hide and seek، دي اسمها hide and seek يعني الاستغماية، jump rope يعني نط الحبل، قفز الحبل، basketball يعني كرة السلة، outside يعني بالخارج، park يعني متنزه، score يعني احرز هدفا، سجل هدف، لما انا بجيب جون في حد تاني بقول I scored a goal، انا سجلت هدف، فscore يعني احرز هدف، goal يعني هدف، hooray اللي هو الصيحة، لما نقول hey هوري اللي هي الصيحة اللي الناس بتعملها في ساعة الأجوان وساعة الإحساس بالسعادة لما الفريق بتاعهم بيجيب جون، جولي يعني حارس مرمى، تيم يعني فريق، famous يعني مشهور، player يعني لاعب، Egypt مصر بلدنا الحبيبة، Egyptian يعني مصري، Football player يعني لاعب كرة القدم، Egyptian team يعني الفريق المصري، Kick يعني يركل، يعني ركلة لما حد بيشوت الكرة برجله دي اسمها كيك ذا بول، يعني بيركل الكرة، يعني بيعمل ركلة للكرة برجله، ان يعني في، اون يعني على، اندر يعني تحت، بيهايند يعني خلفة، كلوزس ستور يعني متجر الملابس، افرنيتشر شوب، فرنيتشر يعني اساس، يعني العفش اللي احنا بنستخدمه في بيتنا، الكرسي والكنبة والأساس بتاع بيتنا ده اسمه furniture shop يعني متجر بيع الأساس، grocery store يعني متجر البقالة، grocery store، candy shop متجر بيع الحلوى، candy shop متجر بيع الحلوى. ويلا نبدأ ونشوف أول صفحة في يونت 6، خليكم معايا. ودي أول صفحة في يونت 6 وهي page number 20 أو صفحة رقم 20 في كتاب كونكت بلس. وقبل ما أشرح الوحدة دي أحب أشكر صديقتي مريان، هي بعتت لي النسخة دي وأنا بشكرها جدا لأنها سهلت علينا شرح الدرس ده. وعنوان يونت 6 Let's play games يعني دعونا نلعب الألعاب، Let's play games. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا.
زي ما احنا شايفين يا اصحابي هنا، اصحابنا اللي في الصورة دي بيلعبوا الالعاب المختلفة، في اللي بيلعب الباسكت بول او كرة السلة، في اللي بينط الحبل او جامب ذا روب، في اللي بيلعب فوتبول اللي هي كرة القدم، في اللي بيلعبوا استغماية او هايد اند سيك، في اللي بيلعبوا التنس بالمضارب بتاعة التنس، وفي كمان اللي بيلعبوا كرة الطايرة او الفولي بول. فهنا المفروض ان احنا هنشوف الكلمات الموجودة في اسفل البيج ونوصل كل كلمة بالصورة المناسبة ليها. علشان كده بيزي بي هنا بتقول لنا read، read يعني اقرأ، and match، match يعني وصل، وبعد كده now الآن، say قل. فانت هتنطق وتتدرب على نطق الكلمات دي، وبعد كده وفي نفس الوقت وانت بتنطقها هتكون بتوصل كل كلمة بالصورة المناسبة بتاعتها. فعندنا هنا مثلا هو موصل لنا كلمة باسكت بول، باسكت بول اللي هي كرة السلة بالصورة بتاعت اصحابنا دول اللي هم بيلعبوا كرة السلة. فهو بيوريك هنا ازاي بتوصل للكلمة بالصورة المناسبة بتاعتها. فاحنا هنقول باسكت بول، باسكت بول يعني كرة السلة. طب تاني حاجة هنا جامب روب، جامب يعني قفز، روب روب يعني حبل، جامب روب يعني نط الحبل يعني قفز الحبل. فمين هنا بينط الحبل يا أصحابي؟ شاطرين، صديقتنا دي. فهنوصل هنا كلمة جامب روب بصورة دي وهنقول جامب روب، جامب روب. طب الكلمة التالتة هايد اند سيك، هايد اند سيك اللي هي الاستغماية. مين هنا بيلعب هايد اند سيك يا اصحابي؟ شاطرين، اصحابنا دول بيلعبوا لعبة الاستغماية او هايد اند سيك. فنوصل الكلمة دي هايد اند سيك بالصورة دي وهنقول هايد اند سيك، هايد اند سيك. شاطرين، شاطرين كلكم. طب هنا في كلمة فولي بول، فولي بول يعني كرة الطائرة، فولي بول اللي بيلعبوها أصحابنا اللي في الصورة دي. فهنوصل كلمة فولي بول بالصورة دي وهنقول فولي بول، فولي بول يعني كرة الطائرة. طب في هنا كلمة تنس، تنس يعني تنس، هي ملهاش ترجمة، هم بيلعبوها بالمضارب وبيبقى بينهم شبكة طويلة والملعب بيكون كبير، اسمها تنس او كرة المضرب. فتنس، مين هنا بيلعب تنس يا اصحابي؟ شاطرين، تنس هنا بيلعبوا تنس. فهنوصل تنس بالصورة دي وهنقول تنس، تنس، تنس. طب واخر حاجة فوتبول، فوت يعني قدم وبول يعني كرة، فود بول يعني كرة القدم، فود بول. فنوصل الصورة دي بالصورة بتاعت أصحابنا اللي بيلعبوا فود بول هنا وهنقول فود بول، فود بول يعني كرة القدم. وبكده نكون حلينا البيج دي. وهنا بيقول لك I play football، أنا ألعب كرة القدم، I play football، أنا ألعب كرة القدم. ممكن حد تاني يقول لنا I play tennis، أنا ألعب التنس، I play tennis، أنا ألعب التنس. ممكن حد تالت يقول لنا I play basketball، I play basketball يعني أنا ألعب كرة السلة. ف I play يعني أنا ألعب، وبعد كده بنقول اسم اللعبة اللي احنا بنلعبها. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 22 او صفحة 22 وعنوانها Let's play outside. احنا قلنا outside يعني بالخارج، Let's play دعنا نلعب outside بالخارج. وهنا طبعا بيزي بي بتقول لنا listen and follow، استمع listen and follow وبعدين تتبع الكلام ماشي ازاي. وبعد كده بتقول لك now read وبعد كده اقرأ الجمل التانية.
فهنا بيقول لنا I play an ألعب football كرة القدم outside بالخارج in the park في المتنزه I can kick the ball إن أنا أركل الكرة kick the ball يعني شوت الكرة kick the ball. في الصورة التانية بيقول لنا I just scored يعني أحرزت هدف سجلت هدف I just scored a goal أنا أحرزت هدف هوري يعني الصيحة زي ما احنا قلنا من شوية هوري الصوت اللي احنا بنعمله لما بنكون سعداء بحاجة معينة دي اسمها هوري أو الصيحة وفي ثالث صورة بيقول لنا A football game اللي هي لعبة كرة القدم has two teams بيكون فيها فريقين اتنين teams فريق has two teams لها فريقين بيلعب فيها فريقين ضد بعض my team الفريق بتاعي my ملكي team الفريق بتاعي is the blue team هو الفريق الأزرق I am أنا a goalie يعني حارس مرمى goalie يعني حارس مرمى I can أنا أستطيع use أن أستخدم my hands يداي and feet وأقدامي يبقى أنا أقدر أستخدم إيدي ورجلي لأن أنا a goalie I am a goalie يعني حارس مرمى ونقولها مرة تانية I am a goalie I can use my hands and feet أنا حارس مرمى أنا أقدر أستخدم إيدي ورجلي فهنا هو بيعرفك أن كرة القدم بيكون فيها فريقين A football game has two teams كرة القدم ليها فريقين وطبعا لما اللاعب بيجيب جول أو scored a goal الناس بتعمل الصيحة أو هوراي وهو هنا بيتدرب وبيلعب برا البيت فبيلعب outside علشان يقدر يكيك البول أو يشوت الكورة براحته وبكده نكون عرفنا الكلمات الجديدة في البيج دي وفهمنا هي بتقول ايه وطبعا الكلمات اللي معمولة عليها بالعلامة الصفرة دي لازم نكون حافظينها كويس علشان دي كلمات مهمة ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 23 او صفحة 23 وفيها صورة حبيبنا كلنا محمد صلاح ابن مصر الجميل وهنا بيزي بي بتقول لنا read يعني اقرأ and match ووصل فهنا بيقول فهنا مكتوب This is Muhammad Salah He is a famous football player He is on the Egyptian team He can kick the ball very well He scores many goals فمرة تانية This is محمد صلاح ده محمد صلاح هذا هو محمد صلاح هو A famous يعني مشهور football player يعني لاعب football player لاعب كرة قدم فهو famous football player يعني لاعب كرة قدم مشهور He is on the Egyptian team. Egyptian team يعني الفريق المصري. هو موجود في الفريق المصري. He can هو يستطيع kick the ball يعني أن يركل الكرة. Very well جيد جدا. He scores هو بيحرز many goals أهداف كتيرة. وهنا موجود كلمة football. Egyptian team. كيك فوتبول بلاير فطبعا عندنا اربع صور كمان صورة الفريق المصري وصورة حد بيشوت كورة وصورة محمد صلاح وصورة بتاعت الكورة فاول كلمة فوتبول يعني كرة قدم انهي فيهم
صورة لكرة القدم. شاطرين. الصورة نمبر دي او الصورة بتاعت الكرة دي، فهنوصل وان هنا بدي لان دي صورة الفوتبول او كرة القدم. طب تاني حاجة Egyptian team. Egyptian يعني مصري وteam يعني فريق. Egyptian team يعني الفريق المصري. المفروض هنوصل الصورة دي بأنهي صورة يا أصحابي؟ شاطرين، هنوصلها بالصورة دي. شاطرين كلكو. طب وهنا كلمة كيك. كيك يعني يركل، يعني يشوت. أنهي صورة فيها حد بيشوت الكرة يا أصحابي؟ شاطرين، صورة نمبر بي أو صورة دي. فنوصل كيك بنمبر بي، وبكده احنا عرفنا كيك يعني يركل وهو فعلا بيشوت الكرة. طب آخر حاجة فوتبول بلاير. فوتبول بلاير يعني لاعب كرة قدم. المفروض مين هنا لاعب كرة القدم اللي احنا عارفينه؟ شاطرين، صورة محمد صلاح طبعا. فنوصل فور بالسي، وبكده نكون حلينا البيج دي وفهمناها كويس. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكوا معايا. ونوصل بيج 24 او صفحة 24 وعنوانها Let's play hide and seek. دعنا نلعب الاستغماية. Let's play hide and seek. وهنا بيزي بي بتقول لنا read and complete. read يعني اقرأ، and complete واكمل. وهنا ان يعني في، on يعني على، under يعني تحت، behind يعني خلف. المفروض هنا سايب لك في نقط في كل مربع من المربعات علشان تكمل. فهنا صديقتنا مستخبية وراء البوشيس اللي هي الشجيرة، الشجرة الصغيرة اسمها بوشيس. فهي هنا مستخبية وراها، فهو بيقول لك she is، هي hiding تختبئ، نقط the bushes اللي هي الشجيرات. فهي المفروض ان هي مستخبية خلفها. يعني ايه يا اصحابي؟ احنا عرفنا. شاطرين، behind يعني خلف. هنا الكاتس الصغيرة دي، the cats القطط، are the basket يعني السلة. فالكاتس هنا المفروض ان هما ورا الباسكت ولا جوه الباسكت ولا على الباسكت؟ شاطرين، هم مختبئين جوه الباسكت. فنقول in the basket، يبقى the cats are in the basket. الكاتس جوه الباسكت، جوه السلة. طب هنا she is the seeker. seeker اللي هو بيدور عليهم، seeker الباحث اللي بيدور عليهم، اللي هو مستغمي اصلا. ده اسمه السيكر. سيكر يعني الباحث. طب هنا بيقول لك he is the slide اللي هي الزحليقة. هو ايه؟ هو مكانه فين من على السلايد دي؟ مفروض ان هو على سلايد. على يعني ايه يا اصحابي؟ شاطرين، on. يبقى he is on the slide، هو على السلايد او على الزحليقة. طب اخر واحد هنا مستخبي تحت السلايد، يعني تحت الزحليقة. فمكتوب he is dots the slide، هو هنا مستخبي تحت الزحليقة. المفروض مكان النقط دي هنكتب ايه يا اصحابي؟ شاطرين، under يعني اسفل او تحت. يبقى he is under the slide، هو اسفل الزحليقة. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 25 او صفحة 25 وعنوانها animals in the park. animals يعني الحيوانات. animals in the park يعني الحيوانات في المتنزه. وطبعا هنا ده connect with science يعني العلوم. فهنا هو بيعرفك مكان الحيوانات بتكون فين في البارك. وهو هنا الصفحة دي مربوطة بالاكتيفيتي بوك او كتاب الانشطة، page 23 او صفحة 23 في كتاب الانشطة، زي ما بيزي بي بتقول لنا هنا هو في اسفل الصفحة. فبيقول لك go to page 23 او صفحة 23، وتقدر تشوف مكان الانيمالز او الحيوانات دي في البارك
بيبقى مكانهم فين. ممكن كمان تروح page 93 او صفحة 93 في الكتاب بتاع الكونكت بتاعك وتقص منه الصور بتاعت الانيمالز. الانيمالز اللي بتعيش على الارض وسط الاعشاب هتلزقها هنا هوت في مكان بتاعها. طب الانيمالز اللي بتعيش في البحر هتلزقها في مكانها اللي بتعيش فيه. فكل نوع من انواع الانيمالز بيبقى ليه المكان اللي بيعيش فيه وبيتواجد فيه. فطبعا انا مش معايا كتاب الاكتيفيتي بوك دلوقتي، بس انتوا تقدروا ترجعوا له وتشوفوا مكان الانيمالز فين وتقصوا الصور من بيج 93 او 93 في الكتاب بتاعكو، كتاب الستودنت بوك. وبعد ما تقصوا الانيمالز هتلزقوها هنا في المكان الصحيح بتاعها، وبكده تكونوا حليتوا البيج دي. وطبعا هنا بيزي بي بتقول لنا where do the animals live، where يعني اين، do the animals live، تعيش الحيوانات، cut and stick، cut يعني قص، and stick والزق. وبعد كده بتقول listen استمع، point asher and say وقل. وبكده نكون انهينا شرح البيج دي وانهينا معها شرح درس النهاردة. الكلمات الجديدة احنا خدناها في اول الدرس، وطبعا احنا عرفنا ازاي نكون جملة مفيدة بتقول انا العب I play. انا ممكن اقول I play football، انا بلعب كرة القدم. ممكن اقول I play basketball، انا العب كرة السلة. I play tennis، انا بلعب التنس. وبرضو عرفنا verb to be، وهو طبعا I am، he is، she is، it is، you are، we are، and they are. ده في ال present simple او في المضارع البسيط، وهناخده بتوسع بعد كده ما تقلقوش في الجرامر. بس احنا عرفنا يعني ايه هو يكون، يعني he is، وانا اكون I am، وانت تكون you are. عرفنا الكلمات دي واحنا بناخد الجزء الاول من يونت 6 اللي احنا شرحناه النهاردة. المرة الجاية ان شاء الله هنشرح الجزء الباقي علشان ما طولش عليكم اكتر من كده. وفي الختام لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.